وكمان في حاجة عايز أقولها لحضرتك، إن العنف اللي كان موجود مش هو طبيعة المصريين. فكان عندي قناعة كاملة إن ده من الخارج، مش خارج مصر، خارج إطار المصريين. ما احنا عايشين طول عمرنا ويا بعض. وكان عند قداستك قناعة إنه ده سيعبر. طبعًا. وأعتقد إنه كانت الحكمة جزء من قدرتنا كلنا على العبور. بيقولوا كل شيء يولد صغيرًا ويكبر مع الأيام. إلا المشاكل. تولد والأزمات كبير. تولد كبيرة وتصغر مع الأيام. هتعبر. قداسة البابا، يعني إحنا النهاردة في مناسبة أعتقد أنها المناسبة الأقرب والأكبر والأكثر قرباً من كل المصريين، مش قادر أقول من الكنيسة المصرية أو المصريين المسيحيين بس.